مباراة تحضيرية. هذه كرة أمامية داخل منطقة الجزاء، ترتد ممكن على الطار، يا سلام! ما أجمل هذا الهدف، ما أجمل هذا الهدف. رايان رويز، رايان رويز قائد كوستاريكي من تحت كورتوا، هدف التحكم في كوستاريكا. يا له من هدف، يا لها من متابعة، يا الكرة الفولية في الهواء، وكيف حصل نفسه ليضعها بقوة من تحت الحارس المهاجم. الكرة اللي لعبها لوكاكو ارتدت الى هازارد، وهازارد 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 وكاسر كاسر كاسر يا جيان كارلو غونزاليس. جيان كارلو غونزاليس رقم 3 هو اللي كان كاسر التسلل، نعم هو اللي كان كاسر التسلل، وبالتالي متابعه جانب الكولومبي الشهير. ترتد الكره مره اخرى والعرضيه، لوكاكو لوكاكو لوكاكو، اخيرا اخيرا الدبابه البشريه أطلقت قذيفتها داخل الشباك الكوستاريكية. 2-1 لبلجيكا، 2-1. نعم هذا الهدف بالتأكيد سيجعلنا نشاهد ما هو أفضل من روميلو لوكاكو بعد أن أهدر العديد، لكن بكل تأكيد في الهجمة واحدة قد يقلب الأمور رأسا على عقب. كرة عرضية هنا في استاد الملك بودوان، منتخب بلجيكا منتخب الشياطين الحمر بخير، منتخب بلجيكا المنتخب الذي سيلعب في نهائيات كأس العالم للمرة 13، لعب في أول مونديال وثاني مونديال وثالث مونديال، ولعب في المونديال الخامس. كوستاريكا يلعبون في الولايات المتحدة، وهذه الكرة أمامية خطيرة للبلجيك، الساعين للثالث والعرضية والرأسية، يا سلام يا سلام على الدبابة البشرية، يا سلام يا سلام. هذا لوكاكو الذي نعرفه، هذا لوكاكو الذي لا يرحم المدافعين. ولا هاي الكرة واللي عكسها طب، لكن ليس بصورة الأداء الصاخب. ولوكاكو، يا سلام! قلت أنهم يبغوا المزيد، قلت أنهم يريدون أن يحققوا المزيد، وأسست ولا أحد. يا سلام على بلجيكا، منتخب بلجيكا، منتخب بلجيكا حقيقة لا يمكن أن أنسى، كما قلت يعني في مونديال 86 لما كان صاحب المركز الرابع أيام المدرب الراحل جيت فايز، كان مدرب طبعا كان مدرب رائع وكان منتخبا رائعا، وهذا هو الاسيست الحلو.